عجبك موضوعنا لليوم؟ جميل صح حلو؟ طبعا. هذا الدكتور جاسم يعني هو من الأشخاص الناشطين جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما بنزل محتوى جميل جدا فيما يخص العلاقات الإنسانية والعاطفية. اليوم موضوعنا هو ببين أنه موضوع يعني خلينا نقول هيك خفيف لطيف، بس هو كتير مهم وكتير عميق صراحة. حس الفكاهة لماذا يعتبر جدا مهم بين الأزواج؟ ليش؟ أنا بالنسبة إلي، وقبل ما نبدأ نقرأ يعني المعلومات ونحلل بطريقة نفسية، أنا بالنسبة إلي الرجل اللي بيضحكك هاي added value وقيمة مضافة على العلاقة بطريقة كتير كبيرة. تخيلي أنت تاخدي واحد دمه تقيل عليك. لا أنا ما بقدر. يعني أنت هو بيحكي بتستثقلي دمه. صح. هاي مشكلة كتير كبيرة. فحس الفكاهة والنغاشة بالعلاقة الزوجية، ما هي الحياة صعبة، والحياة فيها ضغوط مالية وفيها توتر وفيها أولاد بتمرض وفيها مدارس وا 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 وا. فبدك حدا يرطب على قلبك مش يزيد الهم همين. همين. برافو عليك. هلأ شوفي راهو في شغلة كمان، بما أنه عم نحكي عن حس الفكاهة، الأشخاص اللي بتمتعوا بحس الفكاهة بحبوا أنهم يكونوا ماكلين الجو بأي قعدة. هلأ أنا كناديا، إذا أنتم بتعتبروا أنه أنا أتمتع بحس الفكاهة وأنا أتمتع بحس الفكاهة أكيد، لا هاي مفروغ منها، ما عليها اثنين يختلفوا فيها. أنا كتير بحب الشخص اللي بكون معه يكون هو أنغش مني ودمه أخف من دمي، ونكون قاعدين بأي قاعدة يكون هو اللي ماكل الجو، وأنت مستمعة وبتضحكي له، وأنا مستمعة كاملة وبضحك له. لأنه الرجل اللي بيتمتع بالسنس أوف هيومر العالي هو رجل ما بياخد الحياة كتير سيريسلي، على الرغم من أنه طبعاً أنا بحب كمان يكون في توازن بحس الفكاهة. يعني في بعض الأشخاص للأسف هو التنكيت أسلوب حياة، ما عنده شيء تاني، ما عنده شيء تاني. لا هلأ في بعض الأمور بالحياة جادة ولا تحتمل، ولكن بالمجمل الشخص اللي بيحب يمزح هو شخص بيقزم الأحزان والهموم، بلاقي لك دائما مخرج. صح. بلاقي لك دائما سولافة فيها فن، بيرطب على قلبك، بخليك تحسي بانه الحياة مش هالقد هارش، مش هالقد صعبة، مش هالقد صلبة. وهذا الشخص وجوده بالحياة كتير اساسي، ولازم تكون موجودة عندك على الليست لما بدك ترتبطي بشخص. فكرة انه يكون خفيف دم، والله صدقيني الحياة معه بتكون بمبي. طبعا. وبعدين تتخيلي قديش ممكن في اوقات بيكون في نقاشات حادة، وبيكون في روتين بالحياة الزوجية، وكلنا بنعرف انه الحياة الزوجية مش زي الخطبة ولا زي فترة التعارف، فيها روتين. اكيد. فحس الفكاهة بحسه بيكسر هذا الجليد وبيكسر هذا الروتين ما بين الأزواج. بعدين تخيلي مثلا انه انت، انا مثلا النكد، الرجل النكد بالنسبة لي زي البخيل، أسوأ. يعني عن جد صفة النكد ترتقي لمستوى البخل. لا مش أسوأ، بس انه ترتقي لمستوى، ترتقي لنفس المستوى. لانه طب في ناس مثلا بتيجي انت بدك تتناغشي، برجع بقول لك شفتي الوضع الاقتصادي وسعر الدينار. يا عمي انت، طب انت صاحب قرار. لا طب خلص ارتاح على وضعك واهدى. ففي ناس 24 ساعه بس بتحكي جد، انا هدول ما بقدر عليهم، او بيحكوا نكد حتى، يا ريت جد بيحكوا نكد. بعدين راهو في معظم الاشخاص النكدين زي ما قلتي هلا يعني بين السطور، هو هو منكد على إشي لا يستطيع ان يغيره، بدور على النكد دواره، وعلى نكد مش تحت ارادتك، نكد مش تحت سيطرتك. ايوه يعني فهدول الناس مرات بيدخلوا في قصص لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا جمل صحيح. ولكن هو شو بقول لك؟ بقول لك خلص انا بدي احزن وبدي اتضايق وبدي اكتئب. ما هو شغلة انت مش قادر تعمل فيها إشي، يعني رطب الحياة. ما هي الحياة اصلا يا جماعة سودة بدون هالواسطة، ما احنا شايفين اللي عم بيصير حوالينا. يعني السوداوية اللي عم نعيش فيها قاتمة جدا، ولو نلاقي هيك ضوء ضحكة ابتسامة ما بين التنهيدات، وهي أسرق يعني لحظة من هالعمر. لحظة من هالعمر. هلأ كلنا بنعرف بأنه التواصل والتواصل الحقيقي هو أهم ركيزة من ركائز الزواج الناجح. صح. مزبوط. الناس تحكي تعبر، أنت تصغي، هي تسمعك، تتواصلوا مع بعض، تحكوا عن الحياة، تحكوا عن مستقبلكم، وتحكوا عن مشاكلكم كمان. لما يكون في حس فكاهة حتى التواصل بيكون أسلس. مزبوط. أنت ما بتكوني هكلانة هم إنه الكلام خلينا نقول ياخذ منحنى جاد جدا. احيانا في ناس بيتخانقوا مثلا، بيكون صار في سوء تفاهم بينك انت وجوزك، بتيجوا تقعدوا مع بعض تتفاهموا، بتنسوا المشكله الرئيسيه اللي انتوا تهاوشتوا عليها، وانت كيف بتحكي معي بهذا الاسلوب؟ بتصير الطوشه يعني انولدت بحلقه التواصل. لما يكون في حس فكاهه التواصل بيكون انعم اسلس، مش واحد واقف للتاني على دقرة. فأنا بالنسبة إلي يعني لما بنت تقول لك، يعني أنا أمي من الناس اللي لما سألوها ليش تجوزتي عوني، قالت لهم بضحكني كتير. يعني والناس مرات كأنه ممكن الناس تستخف، شو يعني بضحكني كتير؟
وضلوا يضحكها كتير. في زواج استمر لخمسة وثلاثين سنة، وهذا الإشي اللي خلاهم يقدروا يواجهوا تحديات كتير الحياة فرضتها. ما تستخفوا بفكرة إنه أنا وياه نضحك مع بعض، نضحك مع بعض، يعني مرات حتى بنفهم بالإيماءات. أيوة، عرفتوا الانسايد جوكس مثلا بيني انا وراها؟ تخيلوا مثلا بين واحد ومرته يكونوا قاعدين بمحل، يصير موقف تطلعي عليه تطلعي عليه يضحكوا، هاي الضحكه الخفيه. حلو، هذا جزء كمان من الحياه. بعدين في شغله معلش اوجهها للرجال اللي عم يسمعونا، انت ممكن تكون تجوزتها لانه انت لما تضحكها بتضحك من قلبها، فصوت ضحكتها بيكون عالي. دكتوره لانا مامكغ كتبت مره مقاله حكيناها على الهواء، بأنه رجل تزوج من امرأة كان معجب جداً بصوت ضحكتها وطريقتها في الضحك، كيف عيونها بيختفوا كيف بتنهار وكذا بتخبي وجهها بتضحك من قلبها، بتضحك من قلبها. فهو بعد الزواج قال لها لو سمحتي يا بنت الناس أنا يعني بس أحكي لك شغلة، في أمور لازم تتغير بعد الزواج، من بينها ضحكتك. قالت له كيف يعني؟ قال لها يعني اللي كنت أقبل فيه زمان ما بقبل فيه هلا وأنت مرتي. قالت له ليش مالها ضحكتي؟ قال لها صوتها عالي. قلت له ما انت كنت تقولي انا اللي بموت فيك ضحكتك. قال لها معلش بس هلا المعايير اختلفت وانت هلا زوجتي وكذا وما بدي يصير احراج من هالحكي. فبالتالي هي صارت تضبط ضحكتها، وصلت الى مرحله اختفت هذه الضحكه نهائيا، صارت تضحك بسرها. ليوم كانوا طالعين هي وياها عم بتعشوا بمطعم، ففي بنت قاعده بالمطعم ضحكت بصوت عالي زي ما هي كانت تضحك قبل ما تتجوزوا. فهو بلا وعي وبلا شعور عمل هيك، طلع وابتسم. الضحك اللي هو دفنها أراد استرجاعها من امرأة أخرى عجبته. لا تحطوا ضوابط حتى على الضحك، الحياة كلها ضوابط، والحياة كلها شروط، والحياة كلها مطبات وعراقيل. خلوا الضحكة تطلع بإنسيابية كما كانت، لأنها أصبحت نادرة في الزمن اللي إحنا عايشين فيه. مليون بالمية. بتعرفي وأنت عم تحكي تذكرت أو خطر لي فكرة، قديش أنا وياكي الضحك بيننا رطب وكان بلسم لمشاكل كتيرة. يعني تخيلوا لو أنا ونادية مثلا حسنا الفكاهي مش على بعض مثلاً، أو ما منفهم لنكات بعض، أو أنا ما بضحكها أو هي ما بتضحكني، بتعرفوا كم من مشكلة بيناتنا انحلت بضحكة من القلب. ضحك مهم يا جماعة الخير، ما تستهينوا فيه. صح 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 صح